السلام عليكم ورحمة الله، معكم لوست من قناة إيفل، جايبين لكم اليوم مقطع أكثر شخصيات انهانت بدراغون بول زد. أول شيء حاب أنوه أنه سوينا مجموعة في الواتساب وأكيد نتشرف بانضمامكم لها، الرابط راح تلقونه بالوصف. أوكي، قبل لا أبدأ بالترتيب حاب أنوه أنه هذا رأي شخصي وأكيد تختلفون، عشان كذا أبغاكم تكتبون أكثر الشخصيات اللي انظلمت بوجهة نظركم. أوكي، ما حد يختلف أنه أكيارا كاتب أسطوري، بس كمان شخصياته دائما ما تتعرض للظلم من حيث انها ما تاخذ حقها في القصة. ما حطيت جوهان لانه هو بدراغون بول زد اخذ حقه اكثر الصراحة، وما حطيت فيجيتا عشان بارك بلاك كان فيجيتا هو بطل الارك وكان في ذاك الارك اقوى حتى من جوكو. سو خلينا نبدأ بالمركز السابع، كوريلين. حطيته هنا عشان اول ما بدأ دراغون بول كان كوريلين اسطورة، كان يقدر يهزم جوكو بالراحة، بس الحين بوكس واحد من جوكو كورلين يموت. يعني ليه؟ على الأقل خلي قوته متساوية، والله ظلم. يعني الحين كورلين بالبداية كان أسطورة والحين ولا شيء، وهذا الكلام لكل الشخصيات اللي في الليستة. يعني بما أنه جوكو كمان يتطور، ليش ما هذه الشخصيات تتطور معاه؟ يعني ما تكون بالمستوى السيء هذا. أوكي ما تأخذ أكثر من حقها، لكن على الأقل ما تنهال لهذه الدرجة. في المركز السادس، بيكولو. بيكولو ببداية المسلسل كان بيسيطر على كوكب الأرض، يعني كان قوي لدرجة خرافية، حتى هو كان السبب في موت موتين روشي ومعلمه، بس حطيته هنا لأنه بدراغون بول زيت كان يجي منه أشياء خرافية، يعني دراغون بول زيت كان منه فايدة حتى لو كانت قليلة. في المركز الخامس، ياموتشا. هذه الشخصية ببداية المسلسل كان شخص أسطوري، كان أكبر تهديد لجوكو لدرجة أنه هزمه، بس عيبه أنه كان يخاف من البنات. بالرغم من كذا كان جدا قوي وقتها وكان تهديد لجوكو، بس الحين هو اكثر شخصية انجلت حتى انسحب عليه بالمسلسل، ما عاد صرنا نشوفه حتى انه مو حاطينه بارك الاكوان. لاي درجة انت ظالم يا كيارا؟ على الاقل عبره شوي، بس طلع وجهه. في المركز الرابع، تنشين هان. كانت شخصية خطيرة على جوكو وهزم جوكو، يعني كان شخص اسطورة وعنده تقنية كانت تقدر تذبح جوكو، بس برايكم مع تطور القوة هل التقنية هذه للحين قوية؟ طبعا لا، سوى التقنية على سل وما صار له أي ضرر، بس اللي سواه إنه وقفه عن الحركة. في المركز الثالث، موتين روشي. هذه الشخصية كانت جدا جدا قوية، كانت أقوى شخص على كوكب الأرض وكان معلم أسطوري، بس الحين حتى كورلين يهزمه. بس أحلى شيء في آخر حلقة فيلر كان وما زال روشي أسطوري مع تمارينه الخرافية. في المركز الثاني، تشاوزو. صح انه ببداية المسلسل انهزم من كورلين، بس كان جدا قوي مقارنة بذاك الوقت، وتدرب عند الكاي الشمالي لكن بدون فايدة، ما عاد شفناه ابدا يقاتل، حتى صار نادر يطلع بالحلقات. ليه يا كيارا ليش؟ دي الشخصية كان الكثير من الناس يحبونها، بس بسببك صار ولا شيء، كأنه مجرد مواطن عادي، حتى بارك الاكوان ما حطوه. في المركز الاول، لانج. اوكي هذه الشخصية ما كانت قوية، بس ببداية المسلسل كانت مفيدة جدا، خاصة انه تفتح لهم طريق وقت المباراة. بس تدرون ليه ما هي موجودة؟ بكل بساطة لان الكاتب نسيها. يب، لذي الدرجة كيارا ما يهتم الا بجوكو، حتى انه نسي بعض الشخصيات، مو ما اعطاها حقها وبس. انا صراحة ما قد شفت كاتب ينسى شخصية من شخصياته. اوكي، وفي النهاية حاب اكرر، اكيارا كاتب رهيب، احنا ما نقلل من قيمته ابدا، هو اللي صنع هذا العالم الرهيب اللي كلنا نحبه دراغون بول، بس انه ظالم، ظالم كبير جدا. ممكن ما تحس بهذا الشيء اذا كانت شخصيتك المفضلة شخصية رئيسية، جوكو كمثال، ما حد راح يحس بالظلم الا الناس اللي كانوا مهتمين بالشخصيات اللي انسحب عليها. في النهاية هذا رأي شخصي، واكتبوا لنا اراءكم بالتعليقات، مع السلامة.